منين اجيب ناس، منين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلوب؟ منين اجيب ناس، منين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلوب؟ كلام قالوه ناس وياما بكره ناس يقولوه. القول على سبع، القول على سبع، لكن سبع شرقاوي الاسم لا الدهم، ولكن ابو شرقاوي حكايته يا للعجب فيها العقول بتوه. منين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلوه؟ كان اول المدرسه كان أشطر الشطار، كان أول المدرسة كان أشطر الشطار، ولما قامت مظاهرة ضد الاستعمار لقيوا قائدها أوام المدرسة، طردوه. رجع البلد يا ولد علي رآه بعينيه، ظلم ومظالم وأشباح تنشواي حواليه. رجع البلد يا ولد علي رآه بعينيه، ظلم ومظالم وأشباح تنشواي حواليه. الباشا والبيت يا عيني يا عيني، كل شيء نهبوه. ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلوه؟ في ايدك يا بنت ابو اسماعيل؟ مش سامعاني يا بنت ابو اسماعيل؟ خليك في حالك يا عبد الغفار. كده اهو. ايوه كده اهو. طب وما خلتنيش في حالي؟ اخلي الهرب دي. والله كبرنا وفتحنا يا ولاد. انت عايز مني ايه؟ عاوز اعيش. عاوز اعيش زي الخلق دي كلها يا سلمى. عايز الحس مساني وابات مهني. ما تلحس مسانك ولا ما تلحسوش، انا دخلي ايه بالشراج؟ دخلك؟ يا سلام. اسمع وسيبنا النبي ما رجعت من السكه دي، لاكون قلقان واخلي حكايتك حكايه. انت بتخوفيني يا بنت؟ بنت لما تبتك ما توعى ولا تستوعى. اوعى سيب دراعي، اوعى. الله، اوعى يا اختي. سلمى اهو ادهم جه اهو. عايز ايه يا عبد الغفار؟ طب قول سلام عليكم الاول. عايز ايه يا كلب السرايا؟ أنا قلت لك ترجع عن السكة دي أحسن لك. أنا سكة يا أدهم؟ سكة اللي يروح ما يرجعش. مش فاهم؟ لو شفتك كوبت ناحيتها تاني هقطع خبرك. الزم حدك يا أدهم. يلا بور من هنا. هاي.
جابك هنا؟ انا مش قلت لك ما تهوبيش ناحيه غيط الناس دول؟ ابويا هو اللي غصب عني. تروحي على طول وتقولي لابوكي ما انتيش طالعه غيط من النهارده، فاهمه؟ فاهم. طريق السلام ان شاء الله. تسلم. يا ادهم. نعم يا ام عبد الواحد. عاوز خير يا عبد الواحد؟ الشيخ بيقول لك الوحدة بعد العشاء تحت الصفصافي ان شاء الله. اتفضل يا عبد الواحد. عشت. السلام عليكم. مع السلامة. عبد الواحد عاوزك ليه يا ادهم؟ مفيش يا ام، كل خير. ادهم السكة دي وحشة يا ابني، دول مساوية ما انتوش قدهم. ما تخافيش يا ام. يا ابني يا ضنايا ليه بس؟ خبر ايه مالكم؟ يا شيخ عبد الحليم مش ناوي تعقل ابنك، تقول له كلمتين يرتجي عن المشي اللي هو فيه دي. انا قلبي حاسس ان الحكايه دي مش هتعدي على خير. ما تخافيش يا ام ادهم، ابنك راجل وعارف مصلحته في ايه. والله انا اخترت بناتكم، هلاقيها منك ولا من ابنك. شدوا حيلكم يا ابني، ربنا يوفقكم. بس خلي بالكم كويس احسن، دول ناس مؤذيين ما يخافوش من ربنا. ربنا يسهل يا ابا. سلام عليكم. مع السلامه يا ابا. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نتوكل عليه ولا نتواكل، لان التواكل كفر، كفر بنعمه الله عليه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعمل دلوقتي يا شيخ شلبي، العمل في المصيبه اللي وقعت عليه الدوده وكانت الارض، هنروح فين من دايرين؟ من ربنا على غيرتي اربع اناطير جد، الفداد رمى انطار ونص خدوهم وعاوزين يحبسوني. ونص ده تعبنا وشقينا، واخر المواطن مش لاقيين اللقمه. ده يرضي مين يا لا؟ يرضي مين دي؟ يا اخوانا احنا لازم نتحد كلنا عشان نخلص حقوقنا من الظالمين. ده الكلام المظبوط يا عاشور افندي. لابد من وقوفنا يد واحده، لان الحال يا جماعه ما بقاش يرضي حد ابدا ولا يمكن السكوت عليه. يا بطلت يا جدعان، ده ظلم يا ناس. صحيح ظلم، مظبوط. علشان كده لازم نكون كلنا يد واحدة، يعني محدش يورد للدايرة المحصول إلا لما يعرف حسابه الأول. بس يعني يا أدهم، عايز الفلاحين الغلابة يقفوا قدام الدايرة برجالتها وعساكرها. أيوه يا أبو إسماعيل، يقفوا علشان حقهم. الحق مفيش غلبان ولا أول، ما دمنا إحنا أصحاب حد ده ما يخافش من حد ابدا. كلام ايه ده يا ادهم؟ انت مش عارف الهاني تبقى بنت مين؟ وهي يعني علشان بنت الوزير تاكل عرق الغلابه دول؟ يا اخواننا احنا مش جايين نتكلم عن الوزير وبنته، احنا جايين نتكلم عن حقوق الفلاحين الغلابه، الحقوق اللي وكلها الدايره نسيبها ده كله. يا رجاله يا رجاله، يبقى لازم كلنا ما نسلمش المحاصيل الا لما نعرف حسابنا عندهم. موافقين؟ والله عاش. فوضى، البلد بقت فوضى. يا ست هانم افندي، ما يكونش عند سعادتك فكر، ده الواحد منا بعون الله ياكل منهم عشرة، هو صنف الفلاح كده، ما يجيش الا بالسكة في الدماغ. يعني مش عايزين يورثوا المحصول. يا ست هانم بقى ده اسمه كلام. مش هم قالوا كده؟ يا ست هانم افندي. ادخل. ادهم شرقاوي يا ست هانم هو اللي عمل كده. هو اللي بيحرض الفلاحين انهم ما يوردوش المحصول للدايرة. انا لسه جاي من عند الصفصافه وسامع هو بيقول لهم كده. يطلع مين ادهم الشرقاوي ده؟ ده واد مخبول في مخه، الداهيه كلها من الشيخ شلبي. كويس خالص، حد الشيخ هيقف قدامنا كمان، ده لو بابي سمع باللي بيحصل هنا هيبعت قوة تطبق الدنيا اللي فيها. يا ست هانم افندي، مفيش لزوم ان سعاده الباشا ياخد خبر بالحكايه دي، خليها علينا احنا. انت وراكي رجاله برضه. هاتولي الشيخ سيفت ده هنا، هاتوه من تحت الارض. أنا شيخ الغفر، افتحي. الشيخ موجود؟ أيوه موجود. اندهيله بسرعة. عايزه ليه؟ اندهيله النار. حاضر. خير يا شيخ الغفر؟ الهانم عاوزاه دلوقتي. الهانم؟ عايزاني ليه سعادة؟ البس هدومك وتعالى معانا. أيوه بس أفهم هي عايزاني ليه؟ عاوزاك وخلاص، يلا عشان تتعوقنا. طيب اتفضلوا على ملبس. كتر خيرك، هنستناك هنا. الورقة دي عايزاك ليه؟ مش عرفني.
يعني كده عايزك ليه؟ علمي علمك. هو شيخ الغفر قال ايه؟ قال ان الهنم عايزاك. قالش ليه؟ يكون بلغ الكلام اللي قلته عند الصفصافي. ما يبلغي، انا عايزه يبلغي عشان تعرف ان الفلاحين مش ممكن يسكتوا على حقوقهم ابدا. طب خد بالك من نفسك. إيه خد بالي من نفسي ليه؟ وانا رايح الجهاديين. اصل الوليه دي شرانيه. إيه؟ وانا خايفه لا تاذيكم. تاذيني؟ وبعد اللي احنا فيه دي في اذيه؟ ما شاء الله يا شيخ. ايوه جاي جاي اهو. العبايه خديجه، العبايه مرة، العبايه اهو اهو. بس ما تنسيش سعادتك ان الجوع كافر. جوع؟ جوع ايه؟ دول ياكلوا مال النبي. انما والله ما اخبيش على سعادتك ان الفلاحين مظلومين قوي. مظلومين يعني ايه؟ يعني يا استهانم بعض وظيفه الدائره بيعملوا الفلاحين بقسوه. انا كلمت بابي عشان يبعت لي عساكر يستلموا المحصول بالسلاح. لا لا ارجوك يا استهانم ارجوك، بلا سعاده البلد شهاده دخلت الموضوع ده. والعمل؟ العمل ان كل الفلاحين ياخدوا حقهم وكل شيء يتصلح. المحصول يدخل المخازن وبعدين اللي عنده شكوى يبقى يقدمها. وبلاش عساكر عشان خاطرك. متشكرين يا ست هاني. بس انت المسؤول قدامي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا ست هاني. السلام عليكم. و سيبك من الفلاحين واهتم بنفسك. انت لسه برضه شاب و تعرف لما كلموني عنك افتكرتك راجل كبير عجوز. خساره، انت لسه صغير. من هنا ورايح تعتبر نفسك في بيتك. انت من رجالتنا دلوقتي. ابقى تعالى لي، انا احب اشوفك كتير. ربنا ما يحرمنا منك يا ست هاني، انت شرف كبير جدا ليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أدهم الهانم كانت هتعمل عاملة مش كويسة، فأنا أبطلت الإجراءات دي وأعطيتها تعهد على نفسي. تعهد؟ تعهد بإيه؟ بإن محصول القطن يبات كله في مخازن الدايرة. طب وحقوق الفلاحين؟ كل واحد هياخد حقه بس بعد توريد المحصول. وليه ما يكونش قبل توريد المحصول؟ لأن المية ما بتطلعش في العالي يا سي أدهم. لا دي بتطلع يا خال، بتطلع أوي في البندر، حتى بتطلع لاخر دور كمان. امال بالضغط بالقوه بتطلع لعاشر دور يا شيخ شلبي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول. انما يعني ايه الاجراءات اللي حضرتك اوقفتها دي؟ انا اقول لك، الهانم اتصلت بمامور المركز عشان يبعت عساكر يلموا المحصول، واخد بالك؟ فانا ابطلت الاجراءات دي. قصدك ايه؟ قصدي نسيب الفلاحين يوردوا القطن وبعدين نتفاهم مع الدايره. وانت صدقت كلام الهانم برضو؟ يا ابني وان جنحوا للسلم فاجنح لها. ده مش سلم ده يا شيخ شلبي، ده ظلم. ايه؟ بس يا ابني. بس ايه؟ بس نتفاهم. نتفاهم على ايه يا شيخ شلبي؟ نتفاهم على ايه يا راجل يا اللي حافظ كلام ربنا؟ يا اللي علمتني الحق من الباطل والعدل من الظلم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اللي حصل؟ خليكي في حالك انتي، مالكيش دعوه بالمسائل دي. يعني ايه؟ يعني كده اهو. يا رجاله، هذا هو الكلام المفيد. انا لا اغشكم ولا اخدعكم، ويعلم الله اني لا اتكلم الا بالصدق. لكن يا عم الشيخ شلبي، رايك في الاول ما كانش كده. يا ادهم يا ابني، ان الله يكشف امام الانسان معمياته. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. انما يعني بالعرب الفصيح كده، انت عايزنا نعمل ايه؟ تعملوا ما امر الله به. وربنا امر بايه؟ بطاعه الله والرسول واولي الامر منكم. واذا ظلموا يا سيدني؟ والله دي وجهات نظر. واذا كان الظلم بين ما فيهش شك؟ والله لخلينا مع الله إلى أن يرفع مقته وغضبه عنا. وربنا قال: اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك. اسعى
ولكن ليس في الشرع. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى نسيب الشر ونتغير فيرفع الله غضبه عني إذا كنا مظلومين. وانت عندك شك ان احنا مظلومين؟ عندي يقين انك ماشي في طريق السوء. يا خسارة يا شيخ شلبي، العوض على الله فيه. انت بترثيني يا ادهم وانا حي. حي ولا مش حي، دي وجهات نظر. انت بتسبيني في المسجد يا ادهم؟ يلا بينا يا رجالة، يلا بينا يا اخوانا. انتالي يعني انا قصدي نكون معقولين في طلباتي. يا عم شيخ حسنان، يا عم شيخ وهدان، يا رجالة، يا اخوانا. انتالي وضع الابناء. حي على الصلاة، دي حي على الصلاة. الصلاة لا اله الا الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شيخ شلبي، جيت حسب الأوامر يا فندم. أوامر؟ أوامر إيه؟ جنابك أمرتيني بالعودة للزيارة مرة أخرى. صحيح، أنا نسيت. وإزاي الحال؟ خير يا أستاذ، بخير. أنا حاسس إن الدنيا قد تبسمت لي بعد طول عبوس. للدرجة دي؟ وأكثر يا فندم. عندما يصافح بصر الإنسان مثل هذا الجمال فإنه ولا شك قد ولد في ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. وعملت إيه مع الفلاحين؟ أوامر سعادتك ستنفذ ولو عملت سلاح. حبيبي أنا متأكدة من إخلاص. يا سلام، ده الإخلاص لسعادتك صار هدفي في الحياة. متشكرة خالص، بس المهم التنفيذ. التنفيذ فوراً استهانم، فوراً. متشكرة أوي. أنا اللي متشكر للظروف التي جمعتني بهذا الظرف. مع السلامة يا شيخ شلبي. مساء الخير. ما بيتش عندها ليه؟ ما بتسمعش؟ اتمسي وقولي يا مسل. خد العمة شيليها جوه. واشيلها ليه؟ ما انت شلتها من زمان. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول ان انا والناس اتغشينا فيك، ما كناش عارفين تحت العمة ايه. اخس الله يلعنك. يا شيخ شلبي، يا راجل، يا عالم، بقى وحدي، واحدة ست تعمل لك بصباعها صغير كده، توقعك؟ وكتاب الله ان ما سكتي لا خلي ليلتك سودة. ما هي سودة من عمايلك اللي زي الطين، خليت سيرتنا في حنك اللي يسوى واللي ما يسواش. تصدقي الولد المقفول ده؟ الواد المقفون ده تربيتك انت. يا خساره يا خساره. انت متخيطي ايه؟ سلامه النظر جلابيه. يا شيخ اسيبك منها، بلاش تمقيط عينين. الصباح رواح. اوعى تقرب ناحيتي، ابعد عني. ايه؟ لو ان اهني بقول لك بالمفتشر اهو، مش هخليك تيجي ناحيتي ولا تلمسني كمان. انت عارفه تبكي ايه؟ تبكي ناشز. ناسز مش ناسز، اهو ده اللي انت فالح فيه. ايه؟ فيه فقط. كان زمان. يا وليه انت اتعملت في مخي؟ اوعى تقرب ناحيتي لحسن اصوت والم الخلق علي، ويمكن الهانم تسمعني تاخد على خاطرها. يا وليه انت نسيتي انك تبقي مراتي؟ كنت مراتك زمان ايام ما كنت الشيخ شلبي، انما دلوقتي لا مراتك ولا عرفك. طب خش نامي جوه. لا، حنام هنا. ده ربنا قال للرجاله واهجروهن في المضاجع مش للحريم. للرجاله يا شيخ شلبي. اعمل معروف لحضرة العمر. امشي غوري عن ابوك، تاكلوا مالي الدايرة وتتلغموا كمان. ابص رجلك يا حضرة العمر. حرام
حرام عليكم، اعمل معروف يا ابني، ده جهاز البنت، اعمل معروف. منكم لله، ربنا ينتقم منكم يا زلمة. ايه الكلام؟ هو ما بيزعل، هو ما عايش بالظبط. يا رب طريق يا سي ادهم يا ابن المدارس. المدارس هي اللي علمتني كده. اوعى من السكة احسن لك. اوعى يا ولد، استنى هنا. انت عمي ما تعيبش فيا علشان ما عيبش فيك. والله عالي يا ابن الاصول، بتعلي حسك على عمك يا ولد. طول عمرك مقصر رقبتنا، فدين شويه جبت شهود وزور يشهدوا على الفلاحين وعدموهم، وهنا ماسك كرباج الهانم بتضرب بيها اهلك. اخلص يا كلب. انت الكلب يا ابو سريع، يا خاين اهلك ونفسك. تسلم ايدك يا خال. يلا رجاله، كل واحد يفتح. يلا رجاله، اللي ليه حاجه يشربها. يلا معلش يا ادهم، استحمل. الحمد لله ان الرصاصه ما دخلتش في دراعك. ولو كانت دخلت كنت هحاربهم برضه بدراع واحد. بعد الشر عليك، المهم بكره ترجع لهم زي الاسد. مساء الخير يا جماعه. حصل ايه عاشور افندي؟ حد جرى له حاجه؟ عبد الودود وعوضين توفوا لرحمه الله. الله. وفلاحين كتير اتعوروا وراحوا المستشفى. خدونا على اخوانا المره دي. قلبين البلد بيدوروا عليك يا ادهم. خليهم يدوروا. شيخ شلبي، انا برضو كنت عارف انك اصيل. هم وزاحت يا اشرف. الحمد لله. يلا يا رجاله، خدوا انتوا سلمى وروحوا. وانت يا ادهم؟ انا هفضل هنا لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. انا هفضل معاك. يلا انت يا شيخ شلبي خد سلمى واتكل على الله. مع السلامه يا سلمى. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خد بالك بالطريق يا شيخ شلبي. خليها على الله. روحت دي بقى يا سلمى، وحد يوقعك في الكلام ويعرف منك طريق ادهم. يا خبر يا عم الشيخ، لا انا كنت صغيره ولا يعني كنت صغيره. طب يا بنتي صباحي على خير. انت من اهل الشيخ شلبي ده هو السبب في كل حاجه. ستي لازم تقدم. انت عمده مش كويس. انا يا جناب الماشي خدام، والله العظيم خدام. الو؟ ايوه يا بابي، ايوه يا بابي، هو الشيخ ده اللي قلت لك عليه. الحكم دار موجود. ايوه اتفضل. ايوه معايا الباشا. ايوه حايم افندي يدي اوامر. ايوه مظبوط. انا تحت امرك حايم افندي. معالي باشا بيكون نفس اوامر حالم افندي على طول. الشيخ شلبي ده لازم يتنفي، يروح الواحات، مفهوم؟ مفهوم، يروح واحات على طول. يلا يا عمده. اتفضل يا جنب الوحش. الكلام اللي بتقولي ده يا سلمى؟ وحياة النبي، جارينه على الزراعية وهيودوه المحطة والبلد كلها مقلوبة وراه. حلل الفرس يا عاشور افندي. على فين يا ادهم؟ فين يا ادهم؟ لازم الحقه. والله يا ابني طول عمرك فيك الخير.
روح ربنا معاك. وانت ايه شأنك؟ كنت الابوكاتو بتاعه؟ الشيخ شلبي ما عملش حاجة، ادي المسؤول على اللي حصل. يا خي كلم العمدة وانت الحصان يا ادم. هم انزل اخرس يا كلب سرايا. امسكوه يا عدالة امسكوه. سيبوه يا عمدة، هاتوه تعالوا السرايا. حاضر يا هاني مفندي. سيبوه يا عدالة، هات يا هادي الفرسة. طيب يا عمدة خليكم انتوا بره. حاضر استهانم يا فندم. اقعد. انا كويس كده. اقعد بتاع، عاوزين نتكلم شويه. بتفضلي اتكلمي، انا سامع. انت بتكلمني كده ليه؟ انت بينك وبيني حاجه؟ انا بالخصوص؟ انت ولا غيرك؟ الشيخ شلبي مام في ليه؟ انت بتسالني؟ امال يعني اسال مين؟ تسال اللي نفاه. ومين اللي نفاه؟ اظن وزير الداخليه. وزير الداخليه ده ما يقربش لحضرتك. صحيح يبقى فاطي، انما ده شغل. الشيخ شلبي ما عملش حاجة، أنا المسؤول عن كل حاجة. انفون أنا. للدرجة دي؟ يعني إيه؟ يعني عايز تروح الواحات بدل الشيخ ده؟ والله كل واحد يتحمل مسؤولية عمل. وتحريض الفلاحين، أنت المسؤول عنه برضه؟ أيوه. وبتحرضهم ليه؟ علشان الدايرة بتاعت حضرتك جايرة عليهم أوي. وأنت صفتك إيه؟ أنا؟ أبداً. ولا حاجة، واحد فلاح زي غيره. ومين اللي اداك السلطة عشان تتكلم باسم الفلاحين؟ الواحد لما يكون ماشي ويشوف حد بيضرب التاني مش عاوز سلطة علشان يروح يخلص. وانت بقى اللي بتخلص؟ بالظبط. في مثل بيقول ما ينوب المخلص الا تقطيع هدوم. ده اذا كان عنده هدوم تتقطع. تعرف انا معجبة بيك قوي. العفو يا هاني، احنا مش قد المهام. من ساعة ما شفت وانا بسأل نفسي، شاب زي ده كله رجولة وشباب، ازاي ضيع عمره مع الفلاحين؟ ما هم دول اهله برضه. ايوة، انما كل واحد يبص لفوق، وخصوصا لما تجيله الفرصة لازم يستغلها. وايه هي الفرصة اللي جت؟ تشتغل عندي. عندك؟ معاك. فين؟ في التفتيش. خلي؟ لا، ناظر زراعة مثلا. واضرب الفلاحين والم منهم المحصول. وليه تضرب الفلاحين؟ تلم المحصول بس. ما كانش يتعزي يا هانم. خسارة. خسارة ايه؟ خسارتك. ما تحمليش هم. واذا كلمت بابي وترجيته عشان يسيب الشيخ تعمل ايه؟ الحمد لله على كل حال. انا وعدتك. متشكرين يا فندم. العفو. السلام عليكم. على فكرة، في أمر بالقبض عليك، أنا هلغيه كمان. ألف شكر يا فندم. تفتكر يا أدهم هيفرجوا عن الشيخ شلبي صحيح؟ والله يا سلمى ما أنا عارف، الولية الهانم دي زي الحرباية، الواحد ما هو قادر ياخد لها على كلام. والله أنا خايفة للحكاية يكون فيها ملعوب. أدي إحنا وراهم لآخر الدنيا. البلد كلها عمالة تتكلم على خديجة واللي عملته فيهم امبارح وهم واخدين جوزها على المنفى. علشان يعرفوا ان كلنا قد واحده، رجاله وستات. مساء الخير يا جماعه. ازاي الحال دلوقتي يا دكتوره سلمى؟ علي عاشور افندي، كلها يومين ويرجع دراعه زي ما كان. الحمد لله. سلمى ايدها فيها البركه. وعليك انت بالخصوص يا ادهم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جاي أقول لك يا أدهم إن الباشا خلاص أصدر أمر بالإفراج عن الشيخ شلبي. متشكرين. وأنت كمان أمر بالعفو عنك. تشكري. وإزاي دراعك دلوقتي؟ الحمد لله، البركة في سلمى. هي دي سلمى بنت أبو إسماعيل؟ أيوة، هي دي سلمى بنت أبو إسماعيل. الشيخ شلبي رجع يا علي. يا حلاوة الشيخ شلبي رجع يا علي. شوف مين يابا. صباح الخير يا ابو اسماعيل. سي عبد الغفار فين؟ يسعد صباحك يا ابني، اتفضل. سلمى فين؟ موجود. ليه؟ خير؟ الهانم عاوزاها تخدمها في السراي. تخدمها؟ بس كده؟ يا سلام، ده احنا يحصل لينا الشرف. ده انا اذبح سلمى كده الهانم. طب يلا نادلها يا واد. حاضر. يا سلمى، سلمى. أنا ما بخدمش عند حد يابا. حد مين يا بيت؟ دي الهانم هي اللي طلبان. أنا مانيش خدام. ليه بقى؟ لو أنت بنت مين؟ بنت الأنصر؟ يلا امشي نجري قدام. ماليش راحة يابا، أنا بقولك أهو. يا نهار أسود ونيل، حد يجي له الخير لحد بابه ويقول لأ. الواد يظهر إنه رابط دماغه. ما اسموش واد يا عبد الغفار، اسمه أدهم الشرقاوي. اخرصي جاك ريح ينفضي. يلا نجري قدام على سراي. انا ما بخدمش عند حد يا. هتخدمي ورجلك فوق رقبتك كمان، وانا اللي هوديكي بنفسي. يلا امشي نجري قدام. ادهم ادهم، الحق يا ادهم الحق. في ايه يا عبد الواحد؟ سلمى يا ادهم. مالها؟ حصل لها ايه؟ عبد الغفار خدها تخدم في السراي. تخدم في السرايا؟ ايوه، تخدم عند الهان. تعالى يا حسن اقعد مطرحي. تشرب ايه؟ لا ولا حاجه. هجيب لك ويسكي. ما بشربوش. ازاي يا اخي؟ شاب راح المدارس وتعلم زيك، يعيش عيشة الفلاحين. الحمد لله على كل حال. اشرب. تشكرين يا ست. حلوة ستي دي. فين سلمى؟ مالها سلمى؟ محبهاش تخدم عند حد. وانت مالك بيها؟ انا قاري فتحتها كده. اقعد. انت مش هتسيبك من اللي في مخك ونبقى اصحاب؟ لما الفلاحين ياخدوا حقوقهم هنبقى اصحاب خالص. واذا الفلاحين اخدوا حقوقهم تعمل لي ايه؟ اقدم لك الشكر نيابه عنهم كله. بس امال يعني اعمل ايه؟ تعمل اللي اقول لك عليه. والله اذا كانت حاجه اقدر عليها اعملها. ده انت تقدر عليها قوي. من فضلك يا ست هانم، انا كنت جاي هنا علشان اشوف حكايه سلمى. عرفت ازاي افرجك مهامك؟ بره بره يا كلب. انا مش كلب يا هانم، انا ما رضيتش ابقى كلب ولا اغوص في المواعين زي الكلاب اللي حواليك. يلا يا سلمى. انا خارج يا هانم، انما هنتقابل تاني. وانت كمان يا كلب السرايا. بتحبيه؟
بيحبك؟ بيحب فيك ايه؟ كل فولة ولها كيال يا ست هاني. لا ناصحة قوي، امشي جوه. يلا انت هتتجوز بكرة، مفهوم؟ امرك ست هاني. الفرح هيكون هنا في السراي. امرك ست هاني. خلاص خلي العمدة يعمل ترتيب. حاضر ست هاني. بس يعني يا استهاني انت بيت دسم. عايز تقول ايه؟ بس يعني كنت عاوز اسال يا استهاني. تسال عن ايه؟ اسال يعني بس هتجوز مين؟ سلمى يا طول، ودي كمان عايزه سؤال؟ سلمى؟ ربنا يخليك لينا يا استهاني، ربنا ما يحرمناش منك، ربنا يطول لنا في عمرك يا استهاني يا رب. Thank you.
جدع لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب الصبر طيب أنا رايح وبكرة جاي والظالم المفتري بكرة معاده قريب بكرة معاده قريب قريب الصبر طيب وتشكلت محكمة للأدهم في يوم مشهور يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور وتشكلت محكمة للأدهم في يوم مشهور يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور إن كان ده عمه اللي من دمه بيشهد زور وزي يوم دين شوي بعد نيته دينه تبقى انت يا محكمة ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم. حكمت المحكمة حضوريا على أدهم عبد الحليم الشرقاوي للسجن 6 سنوات مع الأشغال الشاقة. يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان قالت عليك يا جدع أجمد من الصوان همك في دمك مهمك سجن أو سجان رفعت صوتك وناديت إحنا ناس يا ناس لحنا عبيد نتملك ولا تراب داس يحميك يا ولدي أدهم راجل يا خال ما تخافيش عليه ده يا كبدي يا ابني ما لحق يفرح بسلمة بكرة يتهنوا ببعض يا عالم بكرة في ايه يا خديجة في كل خير إن شاء الله ربنا ما بيسيبش الظالم أبدا يا ترى يا بنتي حايش لليوم ده خديجة. الله يعافيك يا عم كفاية يا مهد كفاية العياط ما منوش فايدة أدهم وحشني يا شيخ عبد الحليم وحشني قوي ربنا موجود سلام عليكم عليكم السلام يا عم آه يا أدهم يا ترى أنت فين يا ابني كفاية بقى يا خالي أدهم راح يا خديجة وفضل عبد الغفار في زبيدة ده أخولي يضرب وينهب محد قادر يقول له حاجه له يوم يا خالي عبد الغفار له يوم سلمى فين يا عبد الغفار دور عليها يا ابو اسماعيل دور على بنتك الولاد مكان الطفل لو ربيتها ما كانتش عملت كده وين نفدوني من الدايره ليه يا عبد الغفار مالهاش عرف طول بالك كلمني زي ما بكلمك امشي من قدام اشتغل يا عبد الغفار اشتغل زي الرجاله ولا انت واخد على شغل الحريم على فكره انزل هان لسه بتاكلك مكرونه برضو عبد الغفار يا جدعان متربي على المكرونه فدر طويله كده بتتقطع وتتاكل شفتها مره في كفر الزيات عند الخواجه بتاع المحله اقول لكم الحق خفت اكلها ما دام الحكايه كده فالحكومه تبطل زراعه القطن وتزرع مكرونه
وهي بتنزرع إله يغمك. دي المكرونة دي تسببت لبلدنا في مصيبة كبيرة. مصيبة إيه؟ ما هو الخديوي سعيد كان بيحبها قوي. جهد لسيبس المهندس الفرنساوي أكله منها طبقين وخبط منه قنان السويس. المهم الجدع اللي قدامكم ده طول عمره بيخدم مرض. وبعدين في الآخر غدرت بيه وجابته هنا اهو. أدهم عبد الحليم شركاوي؟ أنا. أنت قتلت عبد الغفار جمعة؟ أيوه أنا اللي قتلت. يا جناب المأمور أدهم ما عملش حاجة. أنا اللي قتلت عبد الغفار اللي كان عاوز يقتل أدهم. يا جناب المأمور ما تصدقوش، أنا اللي قتلت عبد الغفار. أنا اللي قتلت عبد الغفار. الأدهم نفى التهمة عن صاحبه وقلب حماس. صاحبي بريء واعترف اني قتلت يا ناس. احتارت المحكمة في اتنين قلوبهم جر وشوية مأمور خواج احمر وبقى ينظر. شهد وقال اللي قاتل هو ده الادهم اصل انجليزي وقلبه منه محروق حرق والحكم ظالم. حكمت المحكمة حضوريا على أدهم عبد الحليم الشرقاوي بالأشغال الشاقة المؤبدة. أنا ما يهمنيش مؤبد مش مؤبد، كلها محصلة بعضها. ما أنتوا كمان في سجن، الشعب كله في سجن كبير. هم حكموا عليا بالمؤبد لكن الشعب حكم عليهم بالإعدام. المهم إزاي أمي دلوقتي؟ بخير. كانت محكمة رأيها تيجي معانا، مرضتش، أصل صحتها متأخرة شوية. وأنتوا يا عاشور أفندي، عايشين إزاي؟ ربك بيرزق برضه يا أدهم. اسمع يا عاشور أفندي. أيوه. اسمع يا سلمى. أنا عاوزكم تروحوا البلد مع أبويا دلوقتي. بلاش الغربة دي ما عادش لها لزوم. إحنا هنرجع البلد لما ترجعين. ترجعوا البلد النهاردة مع أبويا. والله يا أدهم قلت لهم الكلام ده بره. ما دام الواد المجرم عبد الغفار ده مات، تبقى سلمى لازم ترجع تقعد معانا. رأيك إيه يا عاشور أفندي؟ ما دام انت عاوز كده نرجع. انا مش راجع لما يرجع ادهم. لا ما تبقيش عناديه يا سلمى، ما دام ادهم عاوز كده يبقى لازم نرجع. زرنتات يا ست، زرنتات يا استاذ. طيب مع السلامه يا ادهم. الأولى الأولى الثورة قامت في البلد طوفان، هزت وهدت حيطان السلطة والسلطان. والتانية التانية لدهم زعق قال عيب عليك يا زمان. أنا بقى لدهم وإيد السجن لابني. والتالتة لدهم هرب ومعاه ولاد شجعان يحميك يا ولدي. أول طريق الهرب شربوا العطش والصهر، وفي عز عز التعب لقيوا عرب عن بعد. وقربوا قربوا يا عطشانين اشربوا، ده انتوا عرب واحنا عرب. وعرف
عرفوا لا الدهم عرفوا لا الدهم وكانوا بقصته سمعين سمعين وكسروا قيودهم وادولوا هدوم تانيين وفي الامان يا رب لدهم فرد عودوا واللي يشوفوا ما يعرف هو يبقى مين ومشيت مشيت مشيت يا ولدي ايوه جايه بيدوروا عليك. تعالي تعالي هنا يا اما انت راح فين بس؟ هتقعد فين؟ هقعد في الجبل. بعيد يا ده. بعيد عن ايديهم. انا كان لازم اخرج. البلد كلها في ثوره، كان لازم اخرج يا سلمى. الله. امال ابويا فين وخديجه فين؟ ابوك لسه بره. واصل مرات عمك عبد الدايم بتولد، فخديجه راحت لها الليل. وناويه ان كانت هتجيب ولد هتسميه ادهم. ده كل الولاد الصغيرين اللي في بلدنا اسمهم ادهم. تعالي استريح يا رب تعالي. عاشور افندي فين يا سالم؟ تلاقيه قاعد تحت السفسطه مع الرجال. طب روح اندهيل بس اسمعي اوعي حد غيره يعرف ان انا هنا. حاضر. رايحه فين يا حلو؟ الله اشتولي رايحة فين يمكن اوصلك. دي ثورة واحنا لازم نعمل زي الفلاحين ما عملوا في البر كله. لازم نشترك في الثورة. ايوه زي هوجة عرابي. دي ما كانتش هوجة يا ابو صالح، دي كانت ثورة بر، ولولا الخيانة كانت نجحت. احنا نقدر نعمل ايه يا عشرفان؟ نعمل كتير قوي. بقوة الايمان بحقنا نقدر ننفذ من الصخر. عشرفان عن اذنكم يا رجالة. ايه يا عشرفان؟ خير يا عشرفان؟ خير ربنا يجعله ان شاء الله. وناوي تعمل ايه؟ انا هقعد في الجبل وهعرف ازاي اربيهم واحد واحد. هتقدر عليهم يا ادهم؟ ربك موجود يا عاشور افندي. المهم انتوا هتعملوا ايه؟ والله كنا بنتكلم ويا الرجاله الليله في الموضوع ده. اصل دلوقتي البلاد كلها في هوجه وبلدنا لازم تشارك. يوم الجمعه هيقوم من اسكندريه قطر سكه حديد مليان ضباط وعساكر انجليزي. لو قطعنا الشريط قبل ما يوصل نبقى حشنا عن البلد بلاوي كتير. يبقى ميعادنا يوم الجمعه. ميعادنا فين؟ تجيب الرجاله وتستنوني عند حوض الميري، وانا هجيب رجالتي ونقطع شريط السكه الحديد سوا. ده كلام جميل. انا لازم امشي دلوقتي. طيب يا سيدي. خلي بالك من نفسك يا ادهم. ما تخافيش يا امه. سلميلي على ابويا يا امه. أنا هجيلك أول ما ربنا يسهل يا أم. خدي بالك من سلمى يا أم.
بعدنا يوم الجمعة يا عاشور أفندي. إن شاء الله. اوعى تعلي صوتك علشان نعرف نتفاهم. لسه فاكراني؟ انا ادهم، ادهم الشرقاوي. البسي علشان نعرف نتكلم. تتكلم تقول ايه؟ ما كل شيء باين. وايه ده اللي باين؟ بقيت مجرم. بقيت؟ ما انت اللي خليتيني مجرم من زمان. مش بعتيني السجن علشان قاتل؟ مش من عمايلك؟ انت اللي مرضتش. مرضتش بايه؟ تسمع كلام. طب ما عبد الغفار سمع الكلام، راح فين؟ وانا كنت ضربته على ايده وقلت له اقتل؟ الندالة دروس بتعلموها للناس. اسمع، قلة ادب مش عايزة. مفيش فايدة، العنطزة هي هي. انا بيتهيألي انك هتشخط في الملايكة وهم بيحاسبوك في التربة. انت جاي هنا ليه دلوقتي؟ جاي اقول لك اليوم جه علشان ارد لك الدين. السنين اللي قضيتها في السجن ودم الشيخ شلبي والألم اللي خديته سلمى على وشها وضرب الفلاحين على الزراعية وجلدهم على الترعة وتيتيم الأطفال وحصرة العجايز ودموع الصبايا، جاي أقولك آن الأوان. مش أنت لوحدك بس، كل البشوات والبهوات اللي بيظلموا العالم والإنجليز اللي بيحكموا بالحديد، آن الأوان عليكم كلكم. وبعدين؟ ولا قبلين، الفلاحين هياخدوا حقهم وسعد باشا هيرجع. وبتفخر في السياسة دلوقتي؟ لا دي مش سياسة يا هانم، ده حق. فين الصيغة بتاعتك؟ صيغة؟ أيوة، الجواهر اللي عندك. وكمان بقيت حرامي؟ لا لا لا، دي لا، أنا جاي هنا أخد حقي. حقك؟ أيوة، وحق الفلاحين الغلابة. هرجع لهم حقهم. يلا قومي شوفي هي فين. لا، بلاش الحاجات دي، الجرس مش هينفعك. هخلص عليكي قبل ما أي حد يوصل. قومي يلا هات السيخة. سلميلي على سعادة المدير وقولي له اذا كان عايزني يجيلي، انا في انتظاره. اوعي اسمع صوتك. لنا المغارة دي تنفع نبات فيها ولا لا؟ غوري، مشوار، أشعر، أصحى
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كلام ده يا شيخ؟ سيبت ركابنا يا شيخ؟ لا، من هنا ورايح كل واحد يجمد قلبه، ورانا شغل كتير. مش نعرف هنعمل ايه تاني؟ شوية تغيير. تغيير؟ تغيير في ايه؟ في الناس يا مراوي، يعني اللي معاه لازم يدي اللي ما معاهش، العدل بيقول كده. اسمعوا رجالة، المغارة دي لازم تبقى زي القلعة، يعني مفيش أي قوة تقدر توصل لها أبدا، مفهوم؟ مفهوم. يلا بينا. لبس حكم دار وكلاي في لبسه تمام، وراح على مركز إتاي البارود. يا سلام، ضابط عساكر غفر الكل قال له تمام، وخد سلاحهم جميعه وقال لهم بكرة حيجي لكم غيره، وأشر على الورق بعلام جري 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 رجع على الفلاحين برق سلاح ورصاص، وقال لهم من نهاردة الظلم ولا خلاص، احنا بايدينا حناخد حقنا كله، احنا بايدينا حناخد حقنا كله، ونركع الجدعنة نركع الجدعنة، ونية الاخلاص يحميك يحميك يا ولدي. جد لدهم والرفاقة كتير، اسلوب ايديهم على السكة الحديد تكسير، واول الجد لدهم والرفاقة كتير، اسلوب ايديهم على السكة الحديد تكسير. وبسرعة البرق جاي قطر انجليزي يجري، وبسرعة البرق جاي قطر انجليزي يجري، وينقلب باللي فيه لم يلقوا حد مجير، وتعيش تعيش يا دهم. الكلام طلع مظبوط. طب الدار عندك، خليه يشيل معك وهو داخل. الله، جيت يا انصاف، والفرح شطب بدري ولا ايه؟ لحقتي تنامي؟ يا بختك، ولا على بالك، بلد بقت هوجه فوضى كله على دماغ العمدة، وانتي ده اللي انت فالحه فيه؟ امال الولاد فين؟ يا بويه يا فوزيه، الولاد ما جوش معاكي ولا ايه؟ ما تصحي بقى يا ولية، قومي بلاش كوه. علي النعمة انت صاحي. طب هي روعت على حسك يا بواسي يا عمي،
جيت من غير عزومه. انت عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ بقى لازم الكلام ده برضه يا راجل. بقى في بيتك وتقول لي عاوز ايه؟ يا ادهم يا ابني، كفايه اللي حصل لي من جريره، كفايه كده. لا يا عمي، مش كفايه ابدا. انت يا ما خربت بيوت، يا ما يتمت عيال. اعمل ايه؟ انا عبد المأمون. مفيش حد عبد حد، كلنا عبيده هو بس. يا ادهم كفايه مهزأ، روح يا ابني لحالك. اخس بقى يا راجل، عاوز تكون اللي بعت اهلك علشان، عاوز تغش الحكومه وتقول لهم ما شفتش ادهم؟ عيب. اتفضل يا عبد السميع بيه، انتوا مش بتعملوا سلام للتركه كده برضه؟ لا مؤاخذه، اصلنا فلاحين. ما هو فز، قوم خد اللمبه دي معاك، امشي قدامنا. هتندم على اليوم ده يا ادهم. ده انت اللي هتندم دلوقتي على ايام كتير. اتفضل يا عم، اتفضل ارتاح، روح افتح لعاشور افندي. يا سلام يا عمي، ده انت كنت وحشني بشكل. يا ادهم اسمع الكلام، كل اللي بتعمله ده ما منوش فايده. سيبك من اللي انت فيه وتعالى نقابل الهانم، نستسمحها وهي تكلم ابوها يجيب لك العفو. العفو يا عمي، انت عارف مين صاحب العفو؟ هو لوحده بس. والله سلامات يا حضرة العمدة. سلامات يا عبد السميع بيه يا شرقاوي. ايه الحكاية يا ادهم؟ ما تستعجلش، هتفهم كل حاجة. العقود جاهزة يا عاشور افندي؟ على التوقيع. انت عارف ارضك اللي شرق المصرف يا حضرة العمدة؟ ايوه. مال تطلع كام فدان؟ دي 50 فدان. يا سلام، المطلوب بالظبط. يعني ايه؟ يعني تمضي على العقود دي. امضي؟ امضي على ايه؟ على عقود بيع ال 50 فدان. بيع؟ انا بعت حاجة؟ بتبيع دلوقتي. لمين؟ للرجالة دول يا جناب العمدة. انا مش فاهم حاجة ابدا. انا افهمك، انت هتمضي على عقود بيع ال 50 فدان للعشر رجالة دول، يعني كل واحد منهم 5 فدادين. فهمت سعادتك؟ وما فهمتش. يبقى الورثة بتوعك هيمضوا بعد الرجوع من جنازتك. طب نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ خد حتة ارض تانية. لا دي. بس دي في وسط ارضي. طب وماله؟ علشان لما تشوف الملاك الجداد كل يوم وهم رايحين ارضهم تفتكرني وتنصر. امضي. اتفضل. امضي. شوف بقى يا عبد السميع بيه، الفلاحين يستلموا ارضهم من الصبح، انت بنفسك اللي هتسلمها لهم. التسجيل ولازم منه انت اللي هتعمله. كل واحد عقده يفضل معاه. الله. وكل واحد بقى يحافظ على حقه. ضروري. خد يا عاشور افندي. ايوه يا سيدي. ختمهم وبسلم كل واحد عقده. وهو كذلك. يلا يا رجاله. يلا يا اخويا. يلا. أنا ماشي، فاهم؟ خير؟ رجعت بكتير؟ كتير قوي. مسافة ولا فلوس ولا سلاح؟ لا ده ولا ده، لكن رجعنا بخمسين فدان. 50 إيه؟ بيقول لك 50 فدان. الله، سرقتوا 50 فدان؟ أنت بتدور على إيه؟ على 50 فدان. 50 فدان خدناهم من العمدة اديناهم للفلاحين. فلاحين؟ بقى عليها الرجالة دول وشقاهم، تاخدوه تدوه للفلاحين؟ إذا ما كانش عاجبك ورينا عرض كتافك. اتفضل يا عاشور أفندي. يا عاشور أفندي، أنت خلاص هتقعد معانا هنا على طول. يا سلام، رضا وأنا في ديك الساعة. طب والله وانا بشوف العمايل اللي بتعملها انت ورجالتك بقيت اتمنى ارجع شباب تاني علشان اعمل بايدي زيكم. ما انت الخير والبركه برضه يا عاشور افندي. الله يبارك فيك يا ادهم. يا سلام، مين كان يصدق ان عاشور افندي مدرس التاريخ في مدرسه كفر الزيات هيجي عليه يوم ويعيش مقطوع هنا في الجبل كده؟ انا ليا الفخر اني اعيش معاك يا ادهم، انت راجل. يا عاشور افندي، انت اللي فهمتني كل حاجه. انت اللي حطيت في دماغي الوطنيه وفهمتني العدل من الظلم. ايه والله بلدنا كانت محتاجه لك من زمان يا ادهم. ننام بقى علشان بكره نتوكل على الله. ايوه ربنا يديك القوه يا ابني.
كانش عارفك ورينا عرض الدافع. إذا ما كانش عارفك ورينا عرض الدافع. طيب يا جدع. وراح وابور الحليب يسأل على الخواجات، لابس خواجه ويتكلم سبع لوات. وراح وابور الحليب يسأل على الخواجات، لابس خواجه ويتكلم سبع لوات. أول ما شافوا الخواجه قام يرحبوا، وهب شد المسدس قال له طلعها ياللي نهبت الغلابة وخدت أرزاهم، هاخد فلوسك وبالتالي حفراهم. ياللي نهبت الغلابة وخدت أرزاهم، هاخد فلوسك وبالتالي حفراهم. وبقوة الحق رديت يدهم الأمانات، يحميك يحميك يا ولدي. تعال عندك. راح فين؟ أنا سلمى. سلمى؟ ماشي معايا. ماشي. امشي. سلمى؟ خير يا سلمى؟ إيه اللي جابك؟ أوعى يكون حد مشي وراك. لا أنا خدت بالي كويس. وجاية ليه؟ مالك يا سلمى؟ مالك؟ بقية في حياتك يا ده. في مين؟ خالتي وماتت. ماتت؟ أمي ماتت؟ إمتى؟ ليلة امبارح. والجنازة؟ طلعت. عشان كده أنا جيت أقول لك إن المرحومة وهي بتطلع في الروح نادتني وقالت لي روحي لأدهم قولي له أنا قلبي راضي عليك. ازاي يا ابني تنزل كده في عز النهار؟ من الشقة اعمل معروف. خليك انت هنا يا سلمى لحد ما ارجع. تلاقي الحكومة عاملة ترتيبها وتروح تلاقيهم مستنيين. انا رايح اخد عز امي، مفيش جنس مخلوق يقدر يمنعني. وراه يا شيخ. اوعى يشوفك. السلام عليكم. أدهم. شد حيلك يابا. الشدة بالله يا ابني. أنت برضه جيت يا أدهم. دم اللي ماتت يابا. إزاي ما جيش بس؟ وهي المرحومة ما كان يرضيها إنك تنأذي؟ لا أذية ولا حاجة يابا.
خليها على الله. اتفضلوا يا رجاله، اقعدوا. اتفضلوا يا رجاله. كل واحد يقعد مطرحه، ما يتحركش من مطرحه ارجوكم. اقرا يا شيخ محمد اقرا. على فين يا اخينا؟ أنا؟ أنا كنت رايح أشرب شوية مية. طب اقعد مطرحك. لازم تدور على ادهم دي، مفهوم؟ حاضر يا فندم. لازم في بحر 5 دقيقة قلب دي يكون هنا. يلا اجري يا عسكري اجري. عايز ايه يا مغاوي؟ عايز ايه؟ ده كلام؟ ابعد عني. ابعد عنك ازاي؟ ده من ساعة ما شفتك ومش ابعد عني لا حلو والله ما يجي اقول له. يعني لا ما خافش. يا علي مغاوي ادهم ده اخو كل مش عايز حاجة تحصل بينكم. عمل يا رجال لازم ننزل واحنا عارفين هو فين دلوقتي. ايه مالك في ايه؟ ادهم يا مغاوي. ادهم مال مسكوه ازاي؟ كبسوا علينا في العزبه ومسكوه. سمعت بودنك ادهم خلاص مسكوه. Thank you.
الحكايه يا ادهم؟ امال بيقولوا قبضوا عليك؟ ما تصدقش كلام فاضي من ده. انا ما يتقبضش عليا ابدا. الحمد لله على السلامه يا ادهم. يا اخي طببت قلبنا. ده انا افتكرتهم قبضوا عليك. يا اخي ده بعدهم. ادهم ورجالته بعيده عن ايديهم. الحمد لله. والله كنا حنلوص من غيرك يا ادهم. سلمى بتعيطي ليه؟ مالك؟ خفت عليك. ألم ده سيد رجالة. تخافي عليه ازاي؟ قول لها يا مغاوري. هقول لها. ايه رأيك يا ادهم؟ خير يا عاشور افندي. انا مش عاجباني قعدة سلمى معانا كده. طب لو رجعت دلوقتي هتقعد مع مين؟ مش قصدي، بدي اقول انك لازم تتجوزها دلوقتي. ايوه، تبقى مراتك احسن ما هي قاعده معانا كده. انا ناوي يا عاشور افندي، بس مش لما نخلص من اللي احنا فيه الاول. طب ما هي معانا بكده ولا بكده، لكن لما تبقى معانا وهي مراتك يبقى اكرم لها، ولا ايه يا رجاله؟ تمام. خلاص احنا نتكل على الله، واحد منكم جيب لنا المأذون من البلد. وانا رحت فين؟ انا اللي حنزل اجيب المأذون بنفسي. الله، لابديك الساعة يا ادهم. اقف بكرة. ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان اقابل هانم. وعايز منها ايه؟ اصل انا اعرف مكان ادهم الشرقاوي. امشي قدامي، امشي قدامي، امشي. فاتحة لرسول الله. بسم الله. قول يا سي أدهم، زوجيني نفسك على كتاب الله، زوجيني نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فين يا مغاوري؟ لا ده انا كنت خارج اشقر بره. يا راجل خليك معانا هنا ولا وقت. وقع هنا يا سي ادهم. مبروك. ضرب على العريس طوالي، كلنا ننشن على العريس، مفهوم؟ يلا ما تيجي تمضي على عقد جوازنا يا مغاوري. اصل انا ما بعرفش اكتب. طب وماله يا اخي؟ تعال ابصر. تعال تعال، بس هقول له يا رجاله خليه يفوت. استنى عندك، استنى عندك.
نفسك يا ادهم. مش ممكن يهرب. سلم نفسك الكل. خليك انت يا سلمى. انا جايه معاك رجلي على رجلي. خليك بقول لك داري عندك. جابك بلدنا يا جناب الحكيم دار. مستر ادهم. مستر؟ بقيت مستر دلوقتي يا جبان. انا دلوقتي اللي هرجعك على بلدك تاني. بس على نقاله. يدهم صابك رصاص الغدر جوا القلب. وقعتي يدهم ولو كان الرصاص لها قلب ما كانش صابك. ما كانش صابك وكانت رد على الأندال. يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا دهم. يا خسارة يا خسارة يا خسارة.